تحياتي. هذه الحلقة بناء على طلب أكثر من صديق في يوتيوب وفيسبوك على أنه نتكلم عن بايرن ميونخ وسوق الانتقالات. قبل ما نبدأ بالتفاصيل كالعادة بذكركم تشتركوا بقناة سيلفي سبورت على يوتيوب لأني بفضل تشوفوا فيها كل المقاطع. بايرن حتى الآن فعليا تعاقد مع لاعبين مهمين هما لوكاس هرنانديز وبافارد. بافارد قلب دفاع قليل التكلفة، أتألق في كأس العالم، بيقدر يلعب قلب دفاع، بيقدر يكون بديل كيميتش كظهير أيمن. صفقة مقنعة. لوكاس هرنانديز تم يعني كسر عقده ودفع مبلغ كبير ايضا لنفس السبب، بيقدر يلعب ظهير ايسر وبيقدر يلعب قلب دفاع بنفس الوقت. اذا كأننا بنتكلم بايرن رفع جودة خط دفاعه، حط عمق اكثر في التشكيل وزاد سرعته، لانه الاثنين الجايين اسرع من الاثنين اللي رحلوا، وهذا الشيء كثير مهم في كرة قدم واضحة انها بتروح اكثر واكثر على الريتم الاسرع. هذا الجزء الاول. بس المشكلة الرئيسية انه بايرن ميونخ الموسم الماضي ما كانت نقطة دفاعه الحقيقية خط الدفاع، حتى عندما خرج مع ليفربول كان ذهابا تعادل مع ليفربول بملعبه وما تلقى أي هدف، إيابا صح تلقى 3 أهداف، لكن المشكلة الحقيقية في اللقاء بالإياب ما كانت إنه خط الدفاع مش عم بدافع، كانت المشكلة الرئيسية إنه خط وسطه مش قادر يعمل شيء، مش قادر يمسك لعب. هذه المشكلة أيضا اللي خلت فرق كثير تتجرع عليه بالدوري الألماني. فبايرن كان الأولى منطقيا يروح يستثمر بخط الوسط، لأنه هذا خط الوسط من استثناء تياغو الكانتارا ما عنده لاعب بيقدر يدير لقاء، ما عنده لاعب بيقدر يفرض الرتم على الخصم، وبالتالي لو تلاقى مع فرق إما بتعرف تسكر مساحات خط الوسط كويس زي ليفربول أو فرق عندها كواليتي خط الوسط، مثلا لما نحكي عن كروس مودريتش كاسيميرو مع بعض، البايرن حيعاني، البايرن مش حيقدر يتحكم بالرتم، مش حيقدر يمسك كرة، فبالتالي حتصير فرصه قليلة وحيصير اللي صار أمام ليفربول. الفريق أيضا ممكن نتكلم الآن لازم جناح إضافي، يعني طلع روبن وريبيري وما إجى بدالهم، ففي شيء خطأ عم بتصير، في طريقة تفكير خطأ عم بتصير مش مفهومة. يعني أوكي التركيز كله على ساني، كان الآن لازم يجيبوا بديل لساني، بس هذا الشيء مش كل شيء، مش كل شيء الجناح. يعني واحدة من أهم النقاط اللي لازم ينحكى فيها بديل ليفاندوفسكي، لأنه ليفاندوفسكي بكل مباراة كبيرة كان عم يخذل بايرن ميونخ في أوروبا. هذا الشيء أيضا لازم ننتبه له. خط الوسط لما نجي نطلع الأسماء، في أسماء بتعطيك، في أسماء بتلعب، في أسماء بتتعب زي توليسو وغرويتسكا، بس ما في أسماء هي الكواليتي تاع خط الوسط، هي المبدعة، هي اللي باللمسة بتحط المهاجم أمام المرمى أو بتحط الجناح أمام المرمى. فالموضوع حيظل أكثر على محاولات فردية من جنابري كومان أو مين ما إجا، ديمبلي ولا ساني. ففي شيء خاطئ، في شيء خاطئ إنه الفريق عم بيستثمر في نقطة ما كانت نقطة ضعفه الأساسية، عم بيستثمر في هذا المكان لمدرب ما بيلعب كرة دفاعية. لو كان بيلعب كرة دفاعية كنا عم نحكي أوكي منطق، ففي شيء غلط بالفلسفة اللي عم بتصير بين اللي شفناه السنة الماضية، شخصية المدرب، واللي لازم يصير هذا الموسم وأخطاء الموسم الماضي. كأنه في انفصال، كأنه عم بيدوروا على الفرصة اللي بالسوق وبيجيبوها فقط لا أكثر. هذا الشيء ممكن يوحي لي بشغلة مهمة، بأنه كوفيتش مش مدرب مستقبل بالنسبة لإدارة بايرن. لو كان مدرب مستقبل كان مشوا معاه على اللي بده اياه، كان مشوا وجابوا اللاعبين اللي بدهم اياهم بعده مراكز. واضح انه في نوع مثلا عدم استثمار في خط الوسط، في نوع من الاجبار انك بدك تلعب ريناتو سانشيز، بدك تعطيه فرصه غصب، ما لناش علاقه. في مساله الاجنحه بدنا كمان اثنين هذول يلعبوا كثير، حنجيب لك واحد بس هذول الاثنين راح يلعبوا كثير. فبالتالي كانه في نوع من الضغط على المدرب لفرض افكار معينه عشان هم يكونوا مرتاحين لمستقبل بايرن. كأنه أيضا في نوع بأنهم يحكوا مش مشكلة لو فشلنا الموسم المقبل، طبعا لو نجحنا كويس، بس مش مشكلة لو نجحنا الموسم، لو فشلنا الموسم المقبل، لأنه إحنا معنا فلوسنا بنقدر نرجع نستثمر، بس نستثمر مع المدرب الصح. مرة ثانية اللي صار بهذا السوق أنا مش قادر أستوعب. الصفقات الدفاعية كويسة، ممكن كانت واحدة تكفي مش اثنين، والفلوس الثانية تصرف بأماكن أخرى، خط الوسط تحديدا. بهذا الخط الوسط خط وسط بدني، خط وسط بيقدر يركض بيقدر يتعب، بس مع كوفيتش مش هيقدر يعطي هذا الشيء، هيك منطقيا بحكي. بس خلينا نشوف شو بده يصير. بس حتى الان الامور غير مبشره طبعا لبايرن صراحه لما نتحدث عن سوق انتقالاته. نوصل هون لنهايه هاي الحلقه، كنت معكم انا محمد عواد، موجود في فيسبوك تويتر انستغرام، وضروري جدا تتابعوني على قناه يوتيوب في سيلفي سبورت، والسلام عليكم ورحمه الله.